جيزي تقدم لكم أول برنامج رياضي إلكتروني E5. جيزي معاها تقدر. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد. هذا العدد سيكون هو في الأسبوع الخامس، والعدد الخامس الذي سيكون فيه الختام على أرضية هذه الحلبة التي شهدت أربع مباريات قمة في الإثارة، قمة في التشويق. عماد عيسى، كما قلت هذه المرحلة الأولى فيها خمس مباريات، واليوم المباراة الأخيرة. مرحلة هذه نفكركم باللي راهي في E5 كاين زوج مراحل. المرحلة الأولى راهي هنا في هذه الحلبة في هذا الرينج اللي راهو صرا فيه بالزمع فايز في الأربع مباريات الأولين. المباراة الخامسة حتحسم بالك 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 المباريات الأخرين اللي هم جايين من بعد في المرحلة الثانية، على خاطر يكونوا في أرضية ميدان كرة القدم، وين المحترفين تاع كرة القدم حاش يرحموا المحترفين تاع كرة الإلكترونية في الفيفا في البلاي. ونبداو دوكا نعيطوا لهم، ننسى ننادي على الاسم الخامس لفريق فوت وهو لاعب فريق بلدية الجزائر. دعونا نستقبل إلياس بومشطة. كي دخلت كانوا صحابي في أربعة خاسرين، قلت بوركوا بانا اللي نربح إن شاء الله. إلياس اللي شفناه في أرضية كرة القدم بس ما شفناه في أرضية بلاي ستيشن. ما تشوفش خير. هذا المتواضع. هذا إنذار شديد اللهجة. إلياس، بأي فريق ستلعب اليوم؟ ريال مدريد. لماذا ريال مدريد؟ كريستيانو. تسمع وين يروح كريستيانو؟ تروح لا ريال مدريد. عكس عماد، حبيت نهبلو باش نشوف كيفاش فعلا. عماد الاسم الخامس من فريق. شوف انا نعيط برك باسمه، واسمه مهدي، وراح يعطيه طريحه بالريال. راني داخل باش نلعب سانكيام ماتش ديالي وحنا رابحين 4-0، وحنا مع لي جوار لوكو هذوما. بقيت انا باش نجيب لهم 5ام فيكتوار، وباينه بلي سيبورتير لا بريسيون، لازم تربح الماتش سينون باش يفرحوا بك. هذه هي مهدي. شحال عندك من بديت تلعب فيفا؟ صور اياهم صح. رد بالك الياس. الياس راح يرمي بكل ثقه له مشاهدينا الكرام، على الاقل من اجل تسجيل اول فوز واول نقطه لفريقه. اربع نقاط، اربع مباريات، اربع انهزامات من جهه فريق فوت. الياس، كل الانظار موجهه اليك، وكل الاعصاب تاع هذا الجمهور اللي راهو هنا راهو يستنى النقطه الاولى من فريق فوت، ومن جهه لي جيمر ومن جهه فريق لي جيمر انا نستناو النقطه الخامسه ان شاء الله. كما نقولوا سون فوت باش يكون 5-0. يعطيكم الصحه جماعه، ويعطيكم الصحه كي جيتوا وديو لي مانات تاعكم وجدوا راحتكم. هذه المباراه اللي نحسها راني نحسها راح تكون ما على باليش، راني نحسها راح تكون فيها الله صرعفسه. ربما الياس قد يحقق المفاجأة ويفوز في مباراة اليوم وتسجيل أول انتصار. وكما نعلم عماد بأنه فيه مباريات رد الاعتبار على أرضية الميدان. هذيك اللي خايف منها، هذيك اللي خايف منها يا عيسى. ربحوهم في الاختصاص، ربحوهم في الاختصاص عماد. ونذكروا بلي تاني في الأسبوع اللي جاز رضا بطروني دار مباراة هايلة في المستوى، وعادل بنزين كان شوية يعني وقت قاتل تلقى هدف رضا بطروني اللي أدى للأمانة يعني مباراة كبيرة. واليوم إن شاء الله الأمل كلها معلقة على إلياس. ريال ضد الريال، راكم تشوفوا باللي هذه مسارة غير في الفيفا، غير في الألعاب الإلكترونية. من جهة إلياس، واش خيرت إلياس في التكتيك؟ 4-3-3. 4-3-3 باسكو ريال في لا رياليتي يلعبوا 4-3-3. نحس روحي آلاز في تينا فوالا، نقدر نلعب بيان. من جهة مهدي، واش التكتيك، واش الاستراتيجية اللي حديتها؟ 4-4-2 مع فورماسيون دايرين، الناس كاع يعرفوا لي زامي ديالي اللي يلعبوا لي جيمر كاع يعرفوني واش يلعب. فانا مهدي واش يلعب؟ يلعب 4-4-2، يلعب على ليزر على لي كوتي. نذكروا مالا مرة أخيرة، الفريق الأسود هو فريق الياس، والفريق الأبيض هو فريق مهدي. دائما يعني كما هو متعارف في لعبة كرة القدم، الاستعدادات والتحضيرات قبل بداية المباراة.
بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم هي المباراه الخامسه، نصل الى الاسبوع الخامس. اذا المباراه ينتظرها الكل، ولو انه فريق فوت يريد تحقيق اول انتصار واول فوز على الاقل من اجل حفظ ماء الوجه، لانه يا عماد اربع مباريات أربع خسائر، اليوم المباراة الخامسة في الأسبوع الخامس، قد يكون أول انتصار. إلياس يلا يا إلياس، أول كرات لصالح مهدي مراوغة رائع، مراوغة وفاصل مهاري رائع عن غاريث بيل. مهدي في أول كراته لريال مدريد. مهدي أعيد وأذكر بأنه يلعب الفنية باللون الأبيض النادي الملكي. التسديدة لا والدفاع في الوقت المناسب. يلا يا إلياس، كرة لكريستيانو رونالدو. إلياس انطلق من هناك، ولكن الدفاع ووسط الدفاع ريال مدريد الأبيض، يلا الأبيض الملكي المرنجي. ستكون فيه مبارتين في الأسبوعين، يعني رد الاعتبار على أرضية ميدان الكلام سيكون آخر غير الكلام اللي هو في الحلبة اليوم. عماد يا عيسى، هذه المشكلة اللي خايف منها، راهم دوكا من لعبوا فريق جيمر رامي يربحوا ربع خطرات وعندهم ربع نقاط، بصح راني خايف من ارضيه الميدان وين ما حاش يرحمهم تم الصح، ما راحش تكون عاطفيه من جهه المحترفين تاع كره القدم. وحتى الان يا مهدي، هاي جول، هاي جول يا مهدي، نفس رائع، نفس رائع. ولكن يا الياس كانت فيه شوارع في دفاع ريال مدريد. يلا يا الياس، شويه ثبات وشويه ثقه من اجل على الاقل، لانه المرحله الاولى ربع ساعه الاولى هي مرحله جس النبض. المرحله الاولى دائما كل فريق ينتظر الاخر. الله الله، رأسية من كريستيانو رونالدو. المراوغة الآن من كريم بنزيما، كريم بنزيما تقطع منه الكرة من كارفاخال، مسألة الكرة، كرة أخرى في وسط الميدان. مهدي يبدو بقوة، أول تهديد وأول كرة لصالح ريال مدريد. العارضة نعم، العارضة تصدت لكرة كريستيانو رونالدو، وكرة أخرى في وسط الدفاع لوكا مودريتش. والله لحد الآن إلياس ما بداش المباراة جيدا. عماد شوف اكادرت راهو يعطيك الله الله، هاي كرة، هاي تسديدة، جول. وكأني بإلياس يرد على المعلق، وكأني بإلياس يرد، الجمهور يتفاعل بأول هدف وأول جول على طرف الأيمن. العرضية كانت رائعة. كي بدا الماتش توجور تلقى لي دو بوتي خايفين شوية، ديفونديت بيان، ماركيت ان بوت وفرحت. أنا عطيت لوكازيون تاع كريستيانو، من بعد جات كونتر اتاك عند بوم شطا ماركا لي بريمي بيت وتقلق، موالف بعد لابريسيون مازال الماتش ونولي في الماتش ان شاء الله. الجمهور هذا سيسعد، لانه علاش؟ لانه الكرة ستكون في الملعب وستكون في الميدان، ورد الاعتبار سيكون في أرضية الميدان في الأسابيع القليلة القادمة. كرة أخرى الآن لصالح ريال مدريد ومهدي. إن شاء الله السيناريو لا يعاد كما حدث في الأسبوع الماضي مع رضا الذي أدى مباراة كبيرة وخسر في الدقائق الأخيرة، يعني تلقى هدف في رائع، فاصل مهاري رائع، جول جول، هدف رائع. سجلت له هذا الهدف، قال لي زيت له سي بون دوكا مامو ماتش ليا سي بون. كي قال لي زالي شغل ما تقلقش، باسكو على بالي بلي لعب مع واحد في الدومين ديالو، وقعت كال نورمال. لي زالي قال لي زالي ديجا انا كنت رابح. التعادل هدف مقابل هدف، هدف في كل شبكه. الياس هدف ومهدي هدف، غاريث بيل دخل، غاريث بيل ضرب، با 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 با. تصدي رائع، تصدي رائع من كاليور نافاس، التوغل من غاريث بيل. كره اخرى وضربه ركنيه لصالح الريال. يلا يا الياس، لصالح الريال في زوج الريال يا عيسى، ريال اللون الاسود وريال اللون الابيض. قولوا ما هكذاك، الريال الاسود ريال الابيض. اعيد واذكر مشاهدينا الافاضل ومشاهدينا الكرام بانه مهدي يلعب باللون الابيض والياس يلعب باللون الاسود. عماد، كره الان لصالح فريق ريال مهدي الابيض. يلا كره من اجل تسجيل الهدف الثاني. كره تبادل كروي رائع، فنان فنان انت يا مهدي، فنان. راوغ بكل اريحيه وفاصل مهاري رائع، هجمه معاكسه الان. غاريث بيل يبحث عن كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. ركنيه الان لصالح ريال مدريد، لصالح مهدي. يلا يا مهدي، هل هي كره الهدف الثاني؟ المراوغه، غاريث بيل، كثرت يا غاريث، كثرت يا غاريث، ومخالفه او نعم، الحكم يقول في ضربه ركنيه لصالح فريق ريال مدريد. بقت اقل من دقيقه في الوقت بدل ضائع. نعم الحكم هدف ثاني من إسكو،
تما راني رابح دوكا مع بو مشطا وكان يخلص الماتش هكا راني ديجا راني انا سي بون نجيب بلوم افيك توا الخامسه وكن سي نزير سي نزيد لو بيت تروازيام باش نزيد ندوميني طري بيان ما بون كي ماركا لي دوزيام بيت تقلقت شويه باسكو ميم الوقت اللي ماركا لي فيه دوزيام بيت عيا سي شويه واعره تعاودوا ثنائيه لايسكو نعم هدفين مقابل هدف نلاحظ بانه الاستحواذ كان لصالح مهدي ب 57% في حين الياس بومشطا الياس اللي ما راهوش يعاني راهو يلعب وراهو يمد راهو يستمتع ونقترب يا عماد ربما ستكون 5-5 ان شاء الله احنا فريق جيمر ماذا بينا نربحوا 5 نقاط وراهو بدا الشوط الثاني يلا كره في وسط الميدان لريال مدريد الابيض ومهدي راكم تشوفوا باللي حتى في كره القدم الالكترونيه كاين فيه تفاعل وايثار ومع مهدي والياسر عندنا البرهان يلا يا مهدي يلا يلا مهدي 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 يلا ويراوغ شحال يراوغ او لا 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 الهدف الثالث لريال مدريد مهدي سي بون نورمالمون 3-1 سي بون دوك بو مشطاين يتقلق شويه وانا نزيد نشد بالون نزيد له لي بيت ان شاء الله كي ماركا لي 3 بيت تقلقت شويه مام جوغ مام لونفي نقصد جوغ تحس روحك شويه ماشي اليز فعلا هدف ثالث كان رائع وكان جميل شوف الاعاده دخل بكل قوه قالت بين وصوب وسدد كان يورنباس ما جاباش 3 أهداف مقابل هدف مهدي والله اليوم أكثر إبداع وأكثر فن وأكثر متعة وأكثر استعراض يعني يستعرض اليوم مهدي يلا يا إلياس هاي كرة يا إلياس دخل منه كريستيانو رونالدو إلياس يواصل إلياس بكريستيانو ترجع الكرة التسديدة التصويبة والجدار الله أعلم تأثر شوية إلياس بهذا الهدف الثاني إلياس تأثر شوية إلياس هل سيكون فيه ربما تغييرات في الدقائق القليلة القادمة إلياس أباب هو يقول كاباب بس ما زال على حساب واش قاعد في المباراه يعني شفنا عيسى بلي شويه بداو يعياو اللاعبين تاع الفريقين فعلا يعني لانه مجهود كبير على كلا الفريقين وكل فريق يريد الفوز وكل فريق يريد ان يثبت نفسه الامل قلنا بانها كانت معلقه على الياس الياس ضرب موعدا في لقاء العوده الذي سيكون على ارضيه الميدان اسميه بلقاء رد الاعتبار والكره الان وهي كره العارضه مره ثانيه العارضة تتصدى لكرة لوكا مودريتش يواصل لوكا التسديدة تصويبة عيسى وكان تشوف الأرقام 10-9 تاع التصويبات رابع هدف رابع لكريم بنزيما نورمالمون ماتش سي بون في سيفيني بور بو مشطا 5-0 وانا هكذا بور لي جيمر ليها ومازال الماتش مازال نزيد الماركة لكن ماركة لي كادريان بيت جوغ كرهت شوية كرة أخرى لكريستيانو رونالدو يفضل العودة لتوني كروس بحثا عن كريم بنزيما كريم بنزيما يواصل كريم بنزيما يدخل كريم بنزيما يسدد كريم بنزيما كريم إلياس وضعت شوف بالك فيها شوية ارتباك من عند إلياس على خاطر كان قادر يمر كان قادر يباسي الجوار اللي كان قدامه بينما هنا استعراض هنا استعراض من مهدي العودة كرة جول نفاس يتصدى ببراعة نفاس لكرة جاريث بيل ضربة ركنية الهدف اللعب دقيقة 75 المباراة تقترب من النهاية عماد لأنه 4-1 الأمور بشكل كبير قد تحسم ثأر الكروي من أجل تسجيل الأهداف وكرة أخرى إلياس سيسجل ما زالت الكرة جاريث بيل يلحق على الكرة التوزيعة ولكن الحارس والدفاع يا إلياس يتصدى لكرتك ترجع كرة الإعادة لا ما زالت الكرة الآن لصالح مهدي يا مهدي واصل المراوغة عودة لمخالفة نعم في مخالفة لصالح على سيرجيو راموس لصالح مهدي وفريقه باللون الأبيض فريق ريال مدريد ودوكا نروحوا من جهه مهدي اللي بالك حب يسجل الهدف الخامس ان شاء الله راهو كاع كلش قالك ان شاء الله الهدف الخامس مارسيلو لصالح توني كروس تصل الكره لكريستيانو رونالدو كريستيانو ما زالت الكره لصالح الياس باللون الاسود التسديده جاريث بيل
هدف. سي بون دوك انا نزلت له 5 بيت بار جيست تكنيك كريستيانو رونالدو ومازال كان 15 مينوت هكا الماتش كابابل نزيد بيت 2 بيت نورمال كي ماركا 5 بيت انا كنت قاعد غير ناطاكي شو خلاص كطا ان قدرت قاعد ديفوندي قاعد ناطاكي زاد لي 5 بيت هدف بكل راحة بكل أريحية مهدي يضع الكرة في الشباك مع غاث بيت ويعني كان في خطأ دفاعي عيسى فعلا الآن شوف الدفاع أصبح سهلا اختراق دفاع ريال مدريد يا إلياس خلاص المباراة بدأت تتضح معالمها وهي في اتجاه واحد كرة أخرى الآن أقل من 5 دقائق في هذه المباراة الشوط الثاني فعلا أقل من 5 دقائق على الأول هدف السادس يا عماد كرة والله فاصل مهاري رائع كرة لتوني كروس لكريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو طلق كريستيانو واصل تصل الكرة لكريم بنزيما كريم الهدف الثاني كريم كان كريم ومرر لغاريث بيل وسجل الهدف الثاني هو مالغري ستان جيمر لعب بليزير تورنوا انا قعدت نلعب جوسكا فون وماركي الدوزيام بيت جاتو اوكازيون او ماركا ابو مشطا نورمال هذه المباراه كان خاسر 5-1 وسجل هدف ثاني هو صعيب باش تعاود تولي في المباراه عوده صعبه صعبه جدا لانه الحكم اضاف دقيقتين كوقت بدل ضائع والدقيقتين يعني توشك على الانقضاء ربما خلاص نقولوا مبروك 5-2 الامور حسمت لكن مشاهدينا مبروك مبروك الف مبروك لفريق مهدي هارد لك وحظ سعيد لإلياس بومشطة واش نقولوا دوكا مع هاد المباراه الياس ربحنا في الميتي ديالو واش عام اوي اوي نكملوا حكم المانيطه بصح 5-2 ما تنساوش بلي 5-2 ثقيله شويه ثقيله بصح ماركا هدفين مشاهدينا الكرام الياس سيبعث برساله لانه الاسبوع القادم هي مباراه رد الفعل ان شاء الله اتوقع نتيجه بنتيجه عريضه ام انه تكون متقاربه ولو انه انتم الاختصاص في كره بالك يشدوا معنا احنا ما قدرناش نشدوا معاه تواضع الياس الياس يتواضع تصفيق الياس وتصفيقة ثانية لمهدي الفائز يعطيكم الصحة يا جماعة يعطيكم الصحة نتلاقوا في أرضية الميدان ونشوفوا ثاني واش راح يصرى كما قال الياس باللي المشكل ماشي إذا ربح ولا ما ربحش ولا خسر الكيفية والمستوى اللي لعبوا به دائما أقول وأعيد يا عماد بأنه الميدان سيكون فيه كلام آخر كلام آخر وأتوقع ولكن خلوا الأسبوع القادم خلاص. سنشاهد الكثير من المتعة والكثير من الإثارة مشاهدينا الكرام لا تفوتوا الأسبوع القادم لأنه ستكون فيه الكثير من المفاجآت شكراً على الجمهور وشكراً على المشاهدين اللي تبعونا ونعطيكم موعد الأسبوع القادم إن شاء الله في حصة E5 قوة على خير جيزي قدمت لكم أول برنامج رياضي إلكتروني E5 جيزي معها تقدر